السلام عليكم حبيباتي، ومسيتكم بالخير وعلى خير. ان شاء الله هذا الفيديو ديالي تلقاكم كامله مهنين وكامله فرحانين. اليوم موضوع مهم جدا، موضوع راح يخص التلاميذ وعلامات التلاميذ، وكيفاش يعني راح تكون المعامله ديالكم مع اطفالكم اللي النتائج تاعهم ما كانتش يعني في المستوى. كاين بزاف اولياء اللي ضربوا ولادهم، يعني كانوا بزاف قاسيين معاهم، مام كانوا يعني ديباسيو لي ليميت. ومنهم يعني انسان عزيز على قلبي اللي نقدم لها تحيه، حبيبتي الزهور، اللي هي اللي طلبت هذا الفيديو. علاش؟ بس عندها وليدات، ودائما في هاد لا بيريود تلقاو الامهات تتالم، تكون متسنيه حاجه، مسنيه نتيجه، وتجيهم نتيجه واحده اخرى. الوغ هنا نخاطب قلب كل ام، قلب حنين تاع الام اللي نقولها رأفي بالطفل ديالك. اغيتي يعني حبسوا، ما تزيدوا تكملوا على الدراري بلا بريسيون، سورتو الدراري اللي يبدلوا مجهود. كيفاش انت ما تحنيش على وليدك اللي خدمتي انت وياه وبدل مجهود مسكين وسهر، سورتو اللي خلاو حتى لا بيريود تاع لي دوفوار وبداو يخدموا تري تري دور، بداو يخدموا بطريقه تاع الهبل باش يتحصلوا على نتائج مليحه. يا هل ترى انت وليدك كي ولا بنتك اللي بدلت هذاك المجهود الجبار غير باش تلحق يعني ولا كانت في البريمير 10 سور 10 10 على 10، ولا كانت في السيام باش تلحق 18 و19، ولا في الليسي. المهم، اسكو تشوفي باللي هذا الطفله ولا هذا الولد اللي بدل مجهود جبار ومن بعد الله غالب؟ خلاص، دي فوا الطفل يتفرفش، دي فوا سيغموني من العيا والتعب، ما يكونش التركيز اوتوماتيكمون، ما يجاوبش مليح. كاين ظروف، دي فوا الخلعه، دي فوا العيا، كاين بزاف ظروف. ومن بعد كي يجيب النتيجه تنوضي انت كم ابخي كاع هذاك التعب اللي تعبتيه انت وياه، تنوضي تعايريه. كاين اللي يرموا يديهم ويضربوا ولادهم، تلقي هذاك الطفل كيفاش حبيتيه غدوه يقرا هو فرحان، يقرا وهو حب يكتسب المعلومه، ماشي يروح يقرا غير باش يجيب العلامه، قادر ما يروح يغش باش يجيب لك العلامه وتفرحي. ما تنساوش يا حبيباتي بلي حنا البروغرام ديالنا ديجا ترو شارجي، يخلي الطفل ما يروحش فرحان يروح يقرا. الاطفال تاعنا يا ناس راهم يروحوا يجيبوا النقاط فقط من المدرسه، هذه سيتون رياليتي حبيتو ولا ما حبيتوش. وما نحبش يعني الاساتذه اللي تبعوني يزعفوا من كلامي، بيسك هما تاني كراهم يعانيو مع وليداتنا، بيسك البروغرام ماشي الاساتذه اللي داروه، ان بروغرام يخلي الطفل ينفر من القرايه. اطفال كانوا كي الورود، تلقاو عندهم ذكاء ما شاء الله، ومن بعد من البروغرام هذاك عمر الكايات، عمر التاريخ والجغرافيا. مره هدرت مع استاذه قلت لها مي بوركوا، علاش هاد الكم الهائل من المعلومات؟ اسكو هاد المعلومات راح يسحقهم بلوتار؟ يقعد هذاك الوقت مسكين يحفظ هو ديزيسبيري، والام كثر منه ديزيسبيري. من بعد لازم نطالبوا الطفل انه يقاردي هذوك المعلومات كامله. اونكور اسكو انت اسكو المعلومه لحقت له من عند الاستاذ ولا من عندك انت؟ بس كيكون الفهم تاع الدرس ومن بعد الحفاظه شويه ان دومي مال. ابخي كامل هذا التعب ومن بعد نروحوا هذاك الطفل كي ما يجيبش علامه اللي ترضينا احنا كامهات، نروحوا نضربوا هذاك الطفل ولا نبهدلوه ولا نعايروه. اسكو فو فايب ليك سي جوست؟ كيفاش حبيتي وليدك غدوه انت يروح يقرا هو فرحان؟ كيفاش حبيتي غدوه كي يمارس اي مهنه، اي مهنه يمارسها غدوه يمارسها بضمير بحب؟ وراهم ديك يعني لي ميدسان تاع زمان اللي كان يعشق المهنه ديالو، المهندس، ماشي غير المهندس، طبيب، كاع الميادين كانوا داروا اسماوات وحبوا العمل ديالهم ومدوا لو ميور. دركا يطبع باش يجيب دينات، يطبع باش يجيب الباك، يطبع باش يجيب لي زاني ديالو في لونيفرسيتي، ومن بعد يطبع باش يروح يخدم، باك يعود لي يخدم باش المهم يجيب هذيك الشهريه كل شهر. ومن بعد ما ولاوش عندنا كفاءات، وهذا كامله من صنع ايدينا. اسكو انتيا يا ام كي وليدك ما يجيبش 10 وما يجيبش 8 وما يجيبش 9، معناتها وليدك ضعيف ماهوش في المستوى. سورتو الامهات اللي مادا بها وليدها يجيب علامه باش تحتتبها بها قدام الناس وترفض راسها قدام الناس. والله صدقوني كي نروح نجيب وليدي نشوف الامهات كيفاش يهضروا على النقاط، تقول راهم ليك في كاش نقاط تاع دكتوره ولا نقاط تاع هي، واش وليدي جاب 8 الاخرى جاب 9؟ تقول لك والله غير وليدي غير قتلته بلا عصا مساكن، شحال يغيضوني هاد الاطفال.
انا كاين بعض الاخطاء درتهم مع ولادي الكبار، ضغوطات مارستها ودوك ندمت عليها، بيسك اون فان كونت انا ماذا بيا ولادي يخرجوا اكيليبغي دون لوغ تيت، انا ماذا بيا ولادي غدوه كيمارسوا اي مهنه كانت، واش كتب ربي ليهم، حنا رانا نسعاو اي مهنه يديروها بضمير، يحبوا الحاجه اللي راهم يخدموا فيها، ماشي يقراو باش ماليهم يفرحوا بالنقاط ومن بعد يخدموا باش بور غاني برك دو لارجون، وهذا يطبع في هذا ونلحقوا الحاله اللي رانا فيها. الوغ اليوم تانيك راح نحكي على تلاميذ الامهات اللي عندهم تلاميذ اللي كانوا في الابتدائي وراحوا المتوسط، واللي عندها وليداتها يعني غير كيما جابوا هذا العام بيام وهذا هو اول تريمستر، ومن بعد تبدا تحس بهذاك وليدها على النقاط، ولا تحس ببنتها على النقاط، وترفد يدها وتضرب ولادها على جال النقاط. ما كانتش تخمم بلي هذا الطفل كان في البريمير، كلي كان في الروضه، كان في لاكراش، ومن بعد طلع للمدرسه. يعني كل حاجه جديده، سوجي جديد، موفمون جديد، مواد جديده. حنا ما نراعيوش، كي انتي ما تراعيش الابن ديالك وما تحنيش عليه وتقولي بلي هذا وليدي، تقول لك يا خاوي والله غير وليدي لا شونجي، ملي كان يضرب ولا طلع للسيام من النعمه، علاه النعمه مازال، وانتي تقيمي وليدك بالعلامه، وانتي ما ديريش في بالك بلي ضغطتي عليه حتى خلاص المخ ديالك تكاس تاع الماء، تعمريه في حقه يفيض يفيض يفيض. الوغ سي لا ميم شوز، الي تو دوسمون، ماشي دوك هاتيك الزمان وتزيدوا تكملوا عليهم نتوما. البرنامج اللي نشوفوا بلي برنامج يعني فريمون محطم من الطفل، وتزيدوا تكملوا نتوما يعني بالضغط، المدرسه تضغط وانت تضغطي، ومن بعد هاتيك نشوفوا دي زيلاف اللي يروحوا يرموا ريحهم الطاقه، دي زيلاف اللي من بعد كيفلطوا كامله من راسهم، تشوفي دي ديبريسيون نيرفوز، المساكن القاريين هما اللي مهابل يمشوا يهضروا وحدهم في الزنقه من الضغط، الضغط في الدار، الضغط في المسجد، الضغط. الوغ حاولي انك يكون الوليد ديالك عنده مستوى. شفتي وليدك ضعيف، ماشي كاع الناس يقراو مليح، امشي على حسب المستوى، حسنينو المستوى، ماشي تحسنينو بالمستوى بالنقطه. النقطه سي فغي تاع لو بروف تمدلنا ابوبخي وين راهو يدور وليدنا، مي كاين اساتذه كي تروحي تهضري معاهم تقول لك لا لا، الطفل ديالك عنده قدرات، بصح العلامه كانت ماهيش يعني في المستوى، وهي قادره يعني تبدا تتناقش معاك في الظروف. شوفي انت واش عندك في الدار، ولا هاد الولد ولا هاد الطفله عايشين في العياط، تقريه غير بالعياط، يخاف يبانيكي ما يخدمش. الوغ يعني ربي ان شاء الله يعطيكم ويمنيكم، ما تضربوش وليداتكم، ولا جاب نقطه يعني وشتيه تعب شجعيه، قولوا بارك الله فيك وانا راني دايره فيك الثقه، قادر دير ميو، قادر تخدم ميو، خليه يروح المسيد وهو فرحان، سورتو تاع البريمير مساكن. انا نضغط على وليدي نضربو باسكو ما جابش 9 جاب 7، حرام، شنو عارف مسكين هو، فك شي عارفو مساكن النقطه، يقعدو يقراو غير بالنقطه، يولي يغش، يولي يكتب في سروال ويكتب في ودنيه ويكتب في ما عرفش شنو، ويقول الاخرى تكتب في 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 التريكو تاعها باش من بعد تجيب لك وتفرحك، وهي جابتها بالغش. ومن بعد في الامتحان تاع الصح، عند الامتحان يكرم المرء او يهان، ومن بعد في الامتحان الكبير تاع فان ديتود كسا سوا في البريمير ولا في السيام ولا في الليسي، ما تلقاي والو، ما كاين والو، علاه؟ بيس كان معتمد على الغش، باش انت تفرحي هو يغش، باش انت تفرحي يستعمل الحيل. الوغ على بالكم بليك الناس التلاميذ اللي تغش عرفوا بليك موراها كاين اب وام مارسين ضغوطات تعجب عجب. كنت انا ولادي زمان نقول لهم من غش انا فليس منا، تيغامان ان يدمي تاعك عرق جبينك خير ما تجيب لي 10 بالغش، وربي راهو ما يباركش لك دوك، ما يبارك غدوه، مالك غدوه حرام. الوغ من بعد كيحتكوا بالمجتمع ولا يقولوا لي ماما فينالمون الناس كامله راهي تغش، وراه الكلام اللي كنتي تقوليه لنا كومون كسا سباس، علاش تلقايهم ساكن يصطدموا بالحقيقه اللي راهي لبرا. الوغ يعني حاولوا اننا باش نخرجوا يعني جيل يكون عنده شويه في راسه، يعني ماشي يطلعوا حتى الجامعه وما مساكن الرصيد يعني فارغه فقير جدا، اننا ما نمارسوش ضغوطات، نقفوا عليهم. ديروا بيان في بالكم الام ولا الاب اللي يوقفوا على وليداتهم جامي ربي يخيبهم، كاين نتيجه من نتيجه على حسب الطاقه تاع وليدي، ماشي نروح ندوموندي له فوق طاقته، انتي كبيره لو كان دوموندي لك فوق طاقتك تبخصيني تقولي لي واش انا واش حسبتيني. الوغ كيف الطفل فالي تو دوسمون، نشوفوا العلامات برومي تريمستر، نشوفوا وين راهو المشكل، الطفل ديالي وين راهو ضعيف، نحاولوا لا كاين ماده محتاج فيه
فيها دعم ندعمه، كاين مليون مانيير نشوفوا لا الظروف باغ اكزومبل، يعني ندرس الموضوع نشوف هذا الطفل علاش ما راهوش يقرا، علاش ما جابش نتائج، نتائج بون نتائج على حساب المستوى تاعو. ان شاء الله برك يعني زهر هاكي سمعتيني اليوم مش حكيت، وانك تتعاملي مع وليداتك، ويعني هذا لو ميساج لكاع زهورات اللي راهم يتبعوا فيا. صغيس دي زونفون ما تضغطوش عليهم، ولا راكو حابين يخرجوا حاجه يعني الشخصيه ديالهم تكون شخصيه مريحه، شخصيه اكيليبري، ما يكونش عندهم ضغط. راكو تشوفوا ناس قاريين مي عندهم واحد الكم تاع الحقد في قلبهم، عندهم واحد الكم تاع 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 يعني اشياء غريبه بعد يبداو يخرجوا فيها في المجتمع. علاش مساكن ملي يدخلوا مسيد هما الضغط 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 الضغط، مساكن حتى تخرجوا ولاو يخدموا. ومن بعد تلقايها اللي تزوجت تخرج الخير والخمير اللي في قلبها تبدا تخرجوا، ومن بعد تماك تكتشفي واش ربيتي واش درتي. ومن بعد وليدك يكبر يلفون ان فوايي تشوفيه ما ينجحش، انت وليدك قرا الحمد لله مؤدب مربي ما كيتزوجش صا ماخش با مرتو ما تحملوش، وكيف كيف بالنسبه للطفله. علاش هذا كامل نعطيك من الضغط، خلو يعني لي زونفون يعيشوا كوميم، ماشي معناتها ما حاش تخليه يدير واش يحب منو، مي با او بوان دو فرابي، با او بوان نحكم وليدي نعطيه طريحه. يا اخي اتقوا الله في يعني في اولادكم. الام كي ما تحنش شكون راح يحن؟ كي انت تجمدي قلبك وترجعيه مسموم على وليدك شكون راح يحن عليه؟ قالك من غير يما وبابا الناس كاع كدابه. هذه يا خواتاتي بالنسبه للموضوع تاع اليوم اللي رانا في لا بيريود تاع النقاط، وليداتنا راهم يجيبوا في النقاط بالصحه ولهنا. اللي جابت وليداتها جابوا علامات مليحه ما شاء الله للقدام وبالتوفيق، وليدتها يعني ما جابوش نتائج مليحه الباس با لي بغا، تحاول ان تشوف وراه المشكل وتقف مع وليدتها. ويا ما تلاميذ كانوا والو ولاو يعني الله يبارك ينذكر اسمهم في كل مكان. يا خي البنات هذه هي بالنسبه للموضوع تاع اليوم، ان شاء الله يكون فاكم. والى موضوع واحد اخر نقول حبيباتي كامله دمتم في رعايه الله وحفظه، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.